عامل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده، وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا. لما سألت عليها البواب قال لي انها مراته. مرات مين؟ عملت ايه في شغلانتي امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا، ومبقاش لي حد. علي انت رافع كمية؟ لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح يا علي، غير هدومك وارتاح. عايز الأراجي تفتون، مراتي الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف في وشي بشوفش غيره. عينيا لو دمعت هخزاهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ده ايه؟ وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزان. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بطاري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليك كل ما هتبص في المرايه تفتكر.
ايه؟